ذهبت لأحج فرضي، وفي مزدلفة لم أتوضأ لصلاة الفجر، إنما تيممت فقط لأني لم أجد معي ولا مع أصحابي ماء تلك الساعة، فتيممت وصليت، فهل صلاتي صحيحة وحجي؟ وماذا علي الآن؟ أفتوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المعروف أن المزدلفة السنين الأخيرة ولله الحمد قد توفر فيها الماء في جميع جهاتها، وفرت فيها المياه بواسطة البزابيز المعدة لذلك، دورات المياه الكثيرة، والسيارات لا تخلو من ماء، فالماء المياه متوفرة في مزدلفة، فلا وجه للتيمم لأن الماء موجود، لكن يحتاج إلى بحث وإلى سؤال. فعلى كل حال الواجب عليك إعادة هذه الصلاة لأنك تيممت والماء موجود قريبا منك هنا أو هنا. هناك. نعم. ويسأل أيضا عن حجه. نعم. يقول ما حكم صلاتي وحجي؟ نعم، الكلام على الصلاة، أما الحج فهو صحيح إن شاء الله ما دام أنه أدى مناسك الحج فحجه صحيح، لكن الصلاة يعيدها. نعم.